مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة هيكون عندنا أخبار متنوعة ومختلفة في جميع الجوانب، سواء في الجانب المحلي الجانب العالمي، وكمان فيما يتعلق بكل جديد يخص نادينا العظيم النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا وشرفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية، وهنتكلم في ملفات عديدة كما هو المعتاد. نروح نشوف الأول أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يحافظ على مركزه ضمن قائمة أفضل 50 نادي في العالم. الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم في معسكر الإمارات. دولي الأهلي يعودون للقاهرة للانضمام للمنتخب. فايلر يسافر سويسرا الخميس لقضاء أجازة 3 أيام. الجبلية تعلن الطوارئ استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة. رمضان صبحي: لن نتنازل عن لقب بطولة أمم أفريقيا بإذن الله. ووزير الرياضة يوقع بروتوكول اكتشاف المواهب بكرة القدم. طيب كالعادة أخبار كتير، نبتدي بأخبار نادينا النادي الأهلي وبتحديد الفريق الأول لكرة القدم، واللي عنده معسكر زي ما حضراتكم عارفين في الإمارات، معسكر غاية في الأهمية مفيد جدا، لأن البعض بيقول لك المعسكر مش مفيد قوي وكان ممكن الفريق يتمرن هنا وخلاص. لا لا، المعسكر ده ليه جوانب مهمة جدا في الحقيقة، سواء في زيادة معدل الانسجام بين اللاعبين، سواء في اكتشاف قدرات اللاعبين بشكل أفضل وأوضح وبتقييم كامل من قبل جهاز فني يعتبر جديد حتى هذه اللحظة، لأن هو ما لعبش غير 6 مباريات بس، ما قالوش غير 2 شهر مع الفريق، فبالتالي استكشاف قدرات اللاعبين وكل هذه الأمور من خلال معسكر في تركيز كبير قوي قوي من الجهاز الفني واللاعبين. دي لقطات معانا طبعا من تحرك اللاعبين لملعب التدريب، ملعب شباب أهلي دبي اللي بيتمرن عليه الفريق خلال هذا المعسكر، وده لقطات اليوم. بعض الأخبار الخاصة بالفريق النهاردة، احنا عارفين الفريق بيستأنف تدريباته بعد راحة امبارح. امبارح كان يوم راحة بالنسبة للاعبين، وكان في بعض الجولات الترفيهية اللي عرضنا جزء منها مع حضراتكم على مدار حلقة امبارح، فبالتالي استئناف التدريب النهاردة، وهيبقى فيه كمان بكره وبعده اخر تدريبين بالنسبه للنادي الاهلي قبل العوده يوم الاربعاء مباشره. يوم الاربعاء الصبح هيبقى في مران، وبعد كده الفريق يتوجه للمطار عشان يرجع باذن الله سالما للقاهره. كمان من ضمن الاخبار عوده الدوليين للقاهره النهارده، وكان التحرك بتاعهم بالتحديد الساعه 8 من مقر الاقامه الخاص بالفريق هناك في دبي للمطار، ومن المطار للقاهره، اعتقد خلاص وصلوا يعني عشان ينضموا للمنتخب الوطني الأول، واللي بيستعد في معسكر مهم جدا لتحدي قادم وهو تصفيات الأمم الأفريقية من خلال مباراتي كينيا وجزر القمر، وفي مباراة ودية قبلها، وطبعا ده بعد التنسيق. يعني هو كان المفروض من الأول ان اللاعبين الدوليين هيكملوا معسكر لغاية يوم الأربعاء، لكن بعد ما تم التنسيق ما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي والكابتن حسام البدري والجهاز الفني للمنتخب الوطني، فتم الاستقرار طالما ما فيش مباراة ودية للأهلي هناك في دبي بعد إلغائها، فخلاص اللاعبين الدوليين يعودوا اليوم عشان يكونوا جاهزين للمباراة الودية أمام ليبيريا بإذن الله يوم الخميس مع المنتخب الأول. وأنا عاجبني قوي في الحقيقة موضوع التنسيق ما بين النادي والمنتخب، التنسيق ماشي بشكل جيد جدا في الحقيقه. دي طبعا لقطات عايز اقول لحضراتكم جمهور النادي الاهلي زي ما احنا متعودين موجود في كل مكان في الدنيا يعني، فالناس مبسوطه قوي بمتابعه الفريق، الجاليه المصريه والاهلاويه هناك بالتحديد، واليافطات اللي دايما بتصاحب فريق النادي الاهلي في اي مكان، فهم اكيد واضح عليهم السعاده الكبيره لمشاهده لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي، واللي اكيد بيتشوقوا ليه بشكل كبير. حتى احنا كمان مشوقين جدا بصراحه لماتشات النادي الاهلي، يعني مفيش ماتشات دلوقتي فبيوحشنا شويه النادي الاهلي، وخصوصا في ظل المستويات الرائعه اللي كان بيأديها الفريق قبل فتره التوقف، نتائج واداء. فبالتالي طبعا تواجد عدد كبير قوي ما شاء الله ما شاء الله، يعني حوالي ايه
اللي انا عرفته يعني من خلال تواصلنا مع زمايلنا هناك 1000 و1000 ونص بيوصلوا 2000 في بعض الاحيان اللي بيتابعوا تدريبات النادي الاهلي. هتقول لي ده ممكن يكون ده طبعا اعتقد اكاديميه الاهلي في دبي، بعض اللاعبين يعني الصغار اللي كانوا في الصوره اللقطه اللي فاتت دي. هتقول لي طب ما هو ده كده ممكن ما يأديش لتركيز، بالعكس بالعكس، انت لما تلاقي العدد الكبير ده من الجماهير والحضور اللي بيأذروك في التدريبات، في تدريبات بس فين؟ في دبي، فده بيديك دافع اكبر كلاعب وحماس اكتر في التدريبات، فبالعكس ده شيء ايجابي ومميز جدا جدا يعني بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب اتكلمنا على موضوع عوده الدوليين وخلاص هينضموا بكره للتدريبات بشكل طبيعي مع المنتخب، وهيستمر النادي الاهلي من خلال تدريبين بعد تدريب النهارده بكره وبعده، وعندنا كمان 3 محترفين في النادي الاهلي هيروحوا لبلادهم بعد من مباشره من دبي لبلادهم زي ازارو ومعلول وجيرالدو، مش هيرجعوا القاهره يعني، فالامور ماشيه بشكل كويس جدا. فيما يتعلق بمستر رينيه فايلر بعد المعسكر هيتجه مباشره ايضا لسويسرا عشان يقضي اجازه 3 ايام، وهي نفس المده اللي هيريح فيها لاعبيه النادي الاهلي، وبعد كده يستأنفوا تدريباتهم في مرحله ثانيه هتكون غايه في الاهميه في اطار الاستعداد للمباريات المختلفه افريقيا ومحليا. بالنسبه لحسين السيد، حسين السيد عنده فحص طبي قبل مران اليوم، المران ابتدى خلاص واعتقد ان هو على وشك النهايه ان لم يكن انتهى يعني، وهنتواصل طبعا مع زمايلنا هناك في دبي عشان نعرف كل الجديد. لكن حسين السيد كان جاله كدمه كده في مران يوم الجمعه، كدمه قويه في الركبه فادت لتورم الركبه بشكل واضح، فبالتالي كان في راحه للمران بتاع يوم السبت، وفي فحص طبي ليه النهارده قبل المشاركه في التدريبات، وهي الكدمه كانت قويه شويه لكن ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في تدريبات اليوم. لو ما شاركش النهارده اعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بدايه من غدا باذن الله. ده كل الجديد اللي بيتعلق بالنادي الاهلي في دبي. فرصه مميزه جدا للاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا، مع ان اعتقد ان كان في ناس كتير جدا بتشارك مع مستر فايلر في 6 ماتشات، لكن في البعض القليل يعني مثلا زي صالح جمعه، زي حسين السيد، زي عدد من اللاعبين اللي ما شاركوش، فبالتالي دي فرصه مميزه جدا بالنسبه لهم ان هم يثبتوا تواجدهم ويقربوا من المدير الفني، والمدير الفني يعرف قدراتهم بشكل كبير جدا. دي من ايجابيات المعسكر، الايجابيات الواضحه جدا بالنسبه للفريق. ان شاء الله نتمنى المعسكر ينتهي بالنجاح المطلوب، وان شاء الله النادي الاهلي يكون بيستعد بالشكل المميز، لان التحديات في الحقيقه مهمه قوي قوي، اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا، كلنا مستنيين البطوله دي بصراحه لان بقى لنا فتره ما نحققهاش، وده شيء صعب شويه على الجمهور الاهلاوي في الحقيقه. فان شاء الله الكل مستعد ومهيئ لحصد هذا اللقب باذن الله هذا العام. طبعا وارد التوفيق وعدم التوفيق، لكن انت بتعمل كل اللي عليك، بتجهز بالشكل المطلوب، عندك قائمه ما شاء الله لا قوه الا بالله اكثر من رائعه، قائمه متكامله من اللاعبين المميزين، واعتقد افضل قائمه للنادي الاهلي من فتره كبيره، ودي حقيقه افضل قائمه للنادي الاهلي حاليا موجوده من فترات يعني، ودول قادرين باذن الله ان هم يجيبوا لنا بطوله دوري ابطال افريقيا، بخلاف طبعا المسابقه المحليه واللي ماشيين فيها بشكل كويس جدا، 3 انتصارات واداء اكثر من رائع، وان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل وافضل. لكن في جزئيه مهمه برضو لازم نتكلم فيها مع جمهور النادي الاهلي لحد ما يجي لنا مراسلنا محمد دكروري، وهو فيما يتعلق ان البعض ممكن يكون بيفكر ان الاهلي بعد ما يستأنف ثلاثه في بطوله الدوري فاحنا ممكن نشوف نفس الاداء ونفس النتائج وكلام من ده. باذن الله هتشوف النتائج باذن الله تعالى، لكن الاداء مش شرط يكون هو هو. ليه؟ لان انت فتره توقف عشتها طويله جدا جدا، اكتر من 30 يوم تقريبا مفيش مباريات خالص النادي الاهلي، واحنا عندنا الاهلي لعب 3 مباريات، وعندنا ناس لعبت 4 وناس لعبت 5، نفس اللخبطه، والموضوع ده هنتكلم فيه لاحقا يعني. لكن في كل الاحوال مش شرط يرجع النادي الاهلي بالمستوى اللي احنا شفناه، هتبتدي بشكل تدريجي من الاول واحده واحده علشان تصل للختمت بيه قبل توقف بطوله الدوري، واحنا كلنا ثقه في الحقيقه في الجهاز الفني واللاعبين ومستر فايلر بالتحديد اللي عامل شغل اكثر من رائع حتى الان مع النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالفريق. عايزين نتكلم على جزئيه اخرى قبل ما نخش في اخبارنا، وبالتحديد فيما يتعلق بمباراه ايفرتون بالامس والاصابه الكبيره جدا لجوميز لاعب ايفرتون في مباراه توتنهام. إصابة كانت صعبة وقوية، ودي لقطات من الصورة أو لقطات مصورة من الإصابة، وهيونغ مين سونغ طبعا نجم توتنهام واللي تدخل، لو شايفين الإصابة حاجة صعبة، وكان معاه أوريه كمان، سيرجيو أوريه اللاعب الفواري المحترف في صفوف توتنهام، ولقطة كانت أكثر من صادمة في الحقيقة،
شيء كان مؤسف وواضح التأثر الكبير على هيون مين سونج، وهي دي كرة القدم يا جماعة. وده الجانب الآخر والسلبي من كرة القدم، لأن في بعض الأحيان الناس كلها بتتكلم على لعيبة الكورة وبتبص لعيبة الكورة على إنهم ما شاء الله معاهم فلوس ونجوم ومشاهير وكلام من ده. ده الوجه الإيجابي اللي أنت ممكن تكون بتشوفه بس، لكن الوجه السلبي أهو زي ما أنت شايف في الصور كده. لا قدر الله، لا قدر الله، ممكن لعيب من دول اللي انت ممكن تكون نفسك تبقى زيهم، وحقك طبعا، ده شيء طبيعي يعني، واكيد نتمنى يبقى فيه لعيبه بنفس المستويات دي يعني طبعا من مصر، وطموح كل واحد لازم يشتغل عليه بكل تاكيد. لكن ده الجانب السلبي من كره القدم، ان ممكن اصابه زي دي تعطلك كتير جدا، ولا قدر الله، لا قدر الله، ممكن تنهي حياتك الكرويه يعني، لا قدر الله يعني. فالشكل صعب، وده تاثر لاعبي توتنهام ولاعبي ايفرتون، وللاسف يعني اصابه قويه. والنهارده هيعمل الجراحه، هو عنده خلع وكسر مضاعف في الساق، وان شاء الله باذن الله يعني يعود سريعا. الموقف كان صعب ولقطه كانت صعبه جدا، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. اندري جوميز لاعب ايفرتون ولاعب برشلونه السابق، وهنا لاعبي توتنهام. والعلاقات يا جماعه والروح الرياضيه، هي دي كره القدم، هي دي كره القدم. في فرق بصراحه ما بيننا وبين الناس دي، شايف الروح الرياضيه. لاعبي ايفرتون اللي زميلهم اصلا اتعور رايحين يواسوا سون طبعا نجم توتنهام بعد الاصابه وتاثره بان هو كان متسبب في الاصابه دي لجوميز. فبالتالي هي دي كره القدم، وهي دي الاخلاق اللي المفروض بتبقى موجوده، نتمنى ان هي تبقى موجوده ايضا في ملاعبنا. احنا عندنا هنا شويه ايه، اللعيبه من اي لمسه بيقعوا، اي لمسه. وبالمناسبه طبعا المباراه خلصت 1-1 يعني في الجوله 11 من توتي الدوري الانجليزي، لكن في مقارنه برضو بخلاف بقى الاصابه وشكلها وصعوبتها يعني. لكن انت عندك ايه هنا، لما لعيب بتلمسه لازم يقع ويحاول يمثل عشان الحكم يصفر، وللاسف الحكم بيصفر وبيحسب فاول، فبتعطل اللعب، فبتاثر على متعه الكوره وبتاثر على متعه المباراه يعني. دي جوانب برضو مهمه لازم نركز عليها. لما تتفرج على الدوري الانجليزي، كل الناس اكيد بتتفرج على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني بالتحديد، الدوري الانجليزي لما في التحامات، في التحامات عاديه جدا ما بيحسبوهاش. عندنا في مصر التحامات العاديه دي بتتحسب، فبتوقف المباراه شويه، واللعيب ممكن يقعد يمثل في الارض شويه رغم ان مفيش اصلا اي حاجه. فدي الثقافه اللي لازم برضو نتعلم من الدوري الانجليزي الجزئيه دي، بخلاف ان احنا لازم نتعلم النظام اللي احنا مش عارفين نتعلمه خالص، مش عارفين حتى نقلده. وبرضو لاحقا هنتكلم في امور كتيره جدا لما الدوري يقرب باذن الله. لكن في جوانب اخرى متعلقه بالجانب البدني والفني لازم لاعبتنا يتعلموا منه ويستفادوا بشكل كبير جدا. هم اكيد بيتابعوا مباريات الكره الانجليزيه، الدوري الانجليزي والمباريات الاوروبيه بشكل عام، فنفسنا الكره تتطور في مصر باذن الله على غرار الكره الاوروبيه. طيب دي كانت بعض الامور اتكلمنا فيها مع بدايه الحلقه. عايز اروح اشوف اهم اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا. اخبار الرياضه، الباب مفتوح فقط لمن يحترم النادي ورموزه، مجلس الاهلي يقبل بالتصالح والتسامح. ولكن الاهرام، الاهلي يلغي فكره وديه الامارات ويكتفي بالتدريبات، انيلكا يتابع مران الاحمر ويشيد بسفير افريقيا. الاخبار المسائي، مرحلة الاستقرار، فايلر يرفض وديات الدرجة الثانية وإدارة الأهلي تنتظر خطاب النجم. اليوم السابع، دكة الأهلي تنتفض في معسكر الإمارات، فايلر يشيد بروح التنافس، إلغاء المباراة الودية واستشاري عظام في دبي يحذر متولي من التعجل في العودة للملاعب. الجمهورية، خلال معسكره الإماراتي أنيلكا يظهر في الأهلي. أخبار الرياضة، ملامح صفقات يناير تتضح، فايلر يطلب صفقتين سوبر ومرشحان من الزمالك وبيراميدز. المسا، الأهلي يؤجل تجديد عقود الكبار، أوامر فايلر، أسوار حول ملعب التتش لتوفير الهدوء للاعبين، إلغاء المباراة الودية في معسكر الإمارات والفريق يعود الأربعاء. الدستور، إكرامي وسليمان وفتحي عن الاعتزال بنهاية الموسم، لو النادي مش عايزنا معانا عروض، الأهلي يعرض 8 ملايين جنيه وعارض مارسيلو لضم باهر محمدي حنرد. الوطن، ندفد خارج الأهلي في يناير والغضب يسيطر على فايلر في الإمارات، طبيب الفريق يحذر اللاعبين من الحلويات والوجبات السريعة، وعبد الحفيظ غموض ملعب مواجهة النجم الساحلي.
طيب أخبار كالعادة متشابهة شوية، وأخبار معظمها في الحقيقة مش بيبقى حقيقي بنسبة كبيرة جدا، فإحنا هنوضح كل هذه الأمور لحضراتكم بكل تأكيد. نبتدي بمجلة أخبار الرياضة واللي بتقول الباب مفتوح فقط لمن يحترم النادي ورموزه، مجلس الأهلي يقبل بالتصالح والتسامح ولكن. طيب هم قصدهم يعني من الآخر على قصة طبعا المستشار تركي آل الشيخ وموضوع التصالح مع مجلس إدارة النادي الأهلي، والقصة دي احنا اتكلمنا فيها خلاص. ودايما دايما لما يبقى في خلاف وارد ان بعد الخلاف ده العلاقات ترجع احسن من الاول كمان. انت في حياتك الشخصيه كمشاهد يعني بتتخانق مع ناس مقربين ليك، مع اصدقاء ليك، ومع ان علاقتك بيهم كانت كويسه، لكن بعد ما بتخلص هذه الخلافات مثلا ممكن بتحصل ان العلاقات ترجع افضل من الاول. في اطار ايه؟ في اطار الاحترام المتبادل ما بين الطرفين. ده شيء مفروغ منه ومهم جدا جدا. نادي الاهلي نادي محترم ونادي كبير. المستشار تركي آل الشيخ شخصيه محترمه، شخصيه كبيره ومميزه جدا في الوطن العربي بشكل كامل. فدايما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده النادي الاهلي بيحتوي كل محبيه ومشجعيه، وده شيء مفروغ منه، ودي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. واحنا عارفين ان المستشار تركي آل الشيخ احد الكبار وكبار مشجعي النادي الاهلي، ده شيء معروف. اللي حصل قبل كده ده كان لاسباب مختلفه، وكان لتداخل بعض الشخصيات في العلاقه اللي كانت مميزه جدا ما بين الاهلي والمستشار تركي آل الشيخ. عموما الفتره الجايه وشفنا طبعا زياره من خلال وفد من جانب المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب في البيت، ووارد ان يبقى فيه كمان بعض الامور الاخرى اللي تحدث خلال ايام قليله جدا مقبله، فكلها امور في اطار الاحترام الطبيعي والمعروف عن النادي الاهلي وعن كل محبيه بالمناسبه. يعني معنا دكروري يا جماعه. طيب نروح لزميلنا العزيز محمد دكروري مرافق البعثه، بعثه النادي الاهلي في الامارات. نرجع شويه الامارات كده ونطمن على فريق النادي الاهلي. دكروري مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على كل مشاهدي قناه النادي. طمنا يا دكروري، الاخبار والاحوال عندك بخصوص الفريق، قول لنا كل جديد. زي ما انت عارف النهارده يا امير توجهت الدوليين كلهم بالكامل من فندق الاقامه في الساعه 8 صباحا، توجهوا الى مطار دبي عشان يرجعوا القاهره لينضموا للمنتخب. طيارتهم كانت الساعه 11 واكيد طبعا وصلوا من بدري. النهارده كان زي كالعاده الفطار الساعه 9 الا ربع، الغداء الساعه 9 الا الفطار، تواجد 9 الا ربع، الغداء الساعه 2، تواجد 2 الا ربع. النهارده التمرين كان الساعه 5:30. حضر النهارده كان في يعني الجاليه المصريه بصراحه انا بحييهم يا امير طبعا، يعني على كم الدعم اللي بيقدموه، واللي جاي من ابو ظبي واللي جاي من العين واللي جاي من الفجيره واللي جاي من راس الخيمه واللي جاي من يعني من كل ولايات الامارات. كابتن محمد صديق كمان موجود، نجم الاهلي السابق يا دكتور، شفناه في لقطات دلوقتي قدامنا. كابتن محمد صديق، كابتن محمد صديق، كابتن احمد صديق، او احمد صديق عفوا، احمد صديق، محمد صديق كان المدافع. كان موجود النهارده وكان في تواجد من اكاديميه النادي الاهلي في دبي، اكاديميه الناشئين النادي الاهلي في دبي. كانوا كلهم متواجدين النهارده وكانوا جايبين ورد الفريق الاول وتصوروا معاهم، ومستر فايلر رحب بيهم جدا بعد التمرين، ويمكن اول مره مستر فايلر يسمح لحد يخش ارض الملعب بعد التدريب. كويس. دخلوا كلهم وتصوروا مع اللعيبه وفي نفس واحد بيقولوا اهلي. واجمل حاجه لما طفل يا امير يبقى عنده يعني شبل عنده 5 6 سنين وحافظ الاسامي وحافظ الاجوان وحافظ مين جاب الجون في كذا وحافظ مين جاب جون، فكان يعني في حاجات لطيفه بتحصل بعد التدريب النهارده. ده شيء بالنسبه للمصابين. محمود متولي وكان النهارده لسه بيعمل جلسات يعني جلسات تاهيليه. احمد الشيخ النهارده بفضل الله نزل يعني جري حوالين الملعب، ده اول يوم ينزل فيه جري حول الملعب. حسين السيد تعافى تماما من الخدمه ونزل النهارده تدريب عادي جدا. كويس كويس. في تقسيمه قويه جدا النهارده في نهايه المران شارك فيها كل اللعيبه اللي ما انضموش للمنتخبات. طيب وبعرفك ان كابتن علي معلول، علي معلول مسافر هو ووليد ازارو فجر الاربع. احنا مسافرين ساعة طيارتنا واحدة الظهر، هم مسافرين فجر الأربعاء. وجيرالدو برضه مسافر على بلده عشان انضمام للمنتخبات، وأجاي راجع وراجع ومسافر في إجازة برضه. طيب دكروري أنت عايش مع الفريق هناك في الإمارات، عايزين نسألك على مدى الاستفادة من هذا المعسكر، لأن في الحقيقة في كلام كتير جدا دايما بيتقال على أي معسكر النادي الأهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها، يقول لك أصل الأهلي ما استفادش بالشكل المطلوب، أصل الدوليين رجعوا عشان ينضموا للمنتخب، فبالتالي فين وجه الاستفادة؟ فأنت واحد عايش هناك مع الأهلي، قول لنا أوجه الاستفادة بالنسبة للفريق إيه؟
هقول لك يا امير، اول استفاده بالنسبه للفريق ان مستر فايلر اول حاجه هو كابتن بيس كانوا عايزين الفريق يخرج من الجو اللي كانوا عايشين فيه في مصر، اللي هو كل يوم التدريب في التتش واللعيبه كانت محتاجه ده. يعني ده عامل نفسي، ده رقم واحد. كويس. رقم اثنين، التدريبات اللي بتحصل والتدريبات اللي بتكون اللي احنا بنشوفها مختلفه تماما عن اللي في التتش تماما، بمعنى وحاجات جديده، يعني ناس هتشوف اثر المعسكر دوت لما باذن الله نرجع الماتشات. هنتفاجئ كمان، يعني الناس اللي بتقول ان المعسكر مش مفيد والمعسكر كلام، يعني انت عارف الكلام دوت، احنا دايما واقفين عند النادي الاهلي كتير، فاي حد بيقعد يتكلم، اتكلم. احنا بنطلع نعمل معسكرات وبنرجع ناخد دوري، بنرجع ناخد سوبر، نروح نعمل معسكر في دبي ونرجع ناخد نكسب سوبر تاني ونكسب بطوله افريقيا ان شاء الله. لو تفتكر يا امير في 2012 رحنا عملنا معسكر في دبي، رجعنا خدنا 2012 افريقيا ورجعنا خدنا 2013 افريقيا وخدنا سوبر افريقيا. فانت عارف دايما، انت عارف النادي الاهلي هو يعني ماده خام للكبير دايما، يعني الناس بتتكلم عليه. المعسكر مفيد جدا، التزام تام في المعسكر، الفريق ماشي بجداول بمواعيد، وقت التدريب مفيش هزار، بالليل لو في ساعتين بريك للعيبه بيقعدوا يلعبوا مع بعض، الحاجات دي مطلوبه. طبعا الحاجات طبعا دي مطلوبه، الفريق يشوف متوقف بقاله قد ايه. كمان الاهلي لما بيفكر يعمل معسكرات، يا امير انت عارف المعسكرات العروض بتيجي قد كده، يعني احنا بنعمل احنا عاملين في دبي، عملنا في اسبانيا، فيعني ما بنعسكرش في مصر يعني، بس مش هقول طيب. طيب دكروري، اعداد الحضور او المشجعين اللي بيحضروا المران وبيأزروا الفريق بتوصل لكام تقريبا؟ لو في عندك انت اكيد في شوطه صور وانا بعته لك، احنا مش عارفين نخش امير الملعب. يعني انا كان ناقص الجماهير يشيلوا اتوبيس الاهلي، احنا مش عارفين نخش الملعب. عارف يعني ايه مش عارفين نخش الملعب؟ دي شعبيه النادي الاهلي. طبعا هو ده النادي الاهلي، دي شعبيه النادي الاهلي. بقول لك الناس جايه، الناس النهارده شغل، النهارده شغل في كل المصالح الحكوميه في الامارات، النهارده في شغل، في دوام. كله استاذن بدري عشان يلحق. واللي في ناس بتحلف لي انها يعني في ناس خدت مخ، قالت لي اتصورت في الرادارات وقالت لي احنا ندفع كتير بس مش مهم عشان النادي الاهلي عشان يحاول تدريب. بقول لك من ابو ظبي، من عجمان، الناس دي جايه من اماكن بعيد، من راس الخيمه، من الفجيره، من كل الولايات، من كل الشارقه، كل الولايات النهارده الناس يعني. وتشوف ايه ما تشوف، يعني انا النهارده حتى اللي فرحني اكتر طبعا بجانب الشباب واللي كانوا عاملين بانر كبير للنادي الاهلي النهارده، اعظم نادي في الكون. كمان بجانب الشباب انا شايف الاب الزوج جايب زوجته وجايب ولاده، الجد جاي، والله في ناس جايه على كرسي متحرك، في ناس كبار عندهم 60 و70 سنه جايين على كرسي متحرك. فبسال واحد بقول له حضرتك طب ليه كده؟ قال لي يا ابني النادي الاهلي ده، النادي الاهلي يعني بيبو، يعني شطه، يعني مصطفى عبده، يعني ابو تريكه، يعني عماد متعب، يعني بركات، يعني حسام عاشور، يعني وليد سليمان. قال لي يعني لو مش هنجيلهم، قال لي يعني نفترض، يعني بعد الشر عليه، الف بعد الشر عليه، قال لي نفترض ان انا مت في الامارات، يعني كنت نفسي اشوفهم. يعني قلت له لا، قال يعني قلت له ربنا يديك الصحه والعافيه، يعني الصحه كل سنه نيجي ان شاء الله وتبقى انت متواجد وكده. هي دي قيمه النادي الاهلي يا امير، هي دي مبادئ النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعمل حاجه بيعملها صح. طيب انا بشكرك دكروري، شكرا جزيلا، مداخله مهمه جدا من زميلنا العزيز محمد الدكروري مرافق البعثه هناك في دبي، وقال لنا جوانب عديده جدا من المعسكر ومدى اهميته ومدى الاستفاده الكبيره منه. وان شاء الله باذن الله المعسكر ده يكون ليه اثر ايجابي مطلوب خلال الفتره الجايه، يقدر يستفاد منه النادي الاهلي بعد العوده للمباريات بشكل طبيعي سواء محليا او افريقيا من جميع الجوانب بدنيا وفنيا. وان شاء الله متفائلين خير بمرحله هتكون اكثر من رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، وده اللي بينتظره دايما جمهور النادي الاهلي. وكل ده مش هيحصل، كل الانجازات مش هتحصل غير بمسانده الجمهور العظيم، جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون خلف ناديه وخلف مجلس ادارته وخلف الجهاز الفني واللاعبين بتحديد الفريق الاول لكره القدم وكل الالعاب داخل القلعه الحمراء. طيب احنا علقنا على خبر اخبار الرياضه، بس هروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نرجع نواصل التعليق على بعض الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي في الصحف. استنوا. نكمل اخبارنا ونروح لليوم السابع واللي كتبت عن النادي الاهلي خبر النهارده وقالت
ان دكه الاهلي تنتفض في معسكر الامارات، وطبعا هي زي ما اتكلمنا في الموضوع ده هي فرصه حقيقيه للاعبي النادي الاهلي اللي ما كانش ليهم فرص للمشاركه بعدد دقائق مناسب خلال الفتره اللي فاتت بسبب تلاحم المباريات وبسبب اهميه المباريات. في نفس الوقت انت كان عندك مباريات مهمه في دوري ابطال افريقيا السوبر وايضا بطوله الدوري. فايلر يشيد بروح التنافس ودي موجوده في الحقيقه من خلال التدريبات زي ما قال لنا كده زميلنا محمد دكروري هناك، والغاء المباراه الوديه بسبب ان مستر فايلر كان عايز مباراه قويه ما لقاش مباراه قويه هناك بسبب طبعا الماتشات ماشيه الدوري ماشي بشكل طبيعي فالتدريبات كانت افيد. وموضوع متولي ان في استشاري عظام في دبي يحذر متولي من التعجل في العوده للملاعب بعد عرض طبعا حاله اللاعب عليه، ومفيش تعجل ولا حاجه لان لسه الماتشات شويه لسه قدامنا شويه يعني. فمتولي ان شاء الله هيبقى جاهز باذن الله باذن الله بنسبه 99% هيبقى جاهز على اول مباراه للنادي الاهلي بعد استئناف بطوله الدوري باذن الله يوم 25. طيب نروح لخبر اخر من اخبار الرياضه واللي بتقول وبتتكلم في موضوع الصفقات وملامح هذه الصفقات. وقالت فايلر يطلب صفقتين سوبر ومرشحان من الزمالك وبيراميدز، هم قصدهم على المرشحان يعني مين؟ قصدهم من بيراميدز اريك تراوري، من الزمالك مع ان هو مش لعيب في الزمالك دلوقتي كهربا، فبيقولوا ان دول اهم اثنين ممكن النادي الاهلي يكون بيفكر فيهم. احنا هنقول لحضراتكم الخلاصه في الموضوع، الاسمين مطروحين مطروحين، الاسمين في الصوره في الصوره، في مفاوضات رسميه مع ده او ده؟ لا مفيش مفاوضات رسميه، في اتجاهات او في تفكير عند الجهاز الفني؟ طبعا في دراسه لبعض الاسماء مش دول بس، خصوصا ان انت تقدر ويحق لك ان انت تتعاقد مع صفقتين في يناير تستبدلهم مع اثنين لعيبه عندك، فبالتالي طبعا في بعض الاسماء في الصوره منهم اريك تراوري ومنهم كهربا. قرارات نهائيه بخصوص اللاعبين دول بالتحديد الاثنين دول او غيرهم لسه مفيش اي قرارات نهائيه، في انتظار اجتماع مستر فايلر مع لجنه تخطيط للكره او التواصل ما بينهم ومع الكابتن محمود الخطيب والاستقرار بشكل نهائي على اللاعبين اللي هيكونوا انسب للانضمام للنادي الاهلي لتدعيم قائمه الفريق عشان تصبح اكثر قوه بالنسبه للنادي الاهلي. هي قائمه قويه بس انت بتحاول دايما تقوي فرقتك تدعمها بشكل مناسب، ليه؟ لان انت هدفك معروف دوري ابطال افريقيا، فلازم يبقى عندك بدلاء مميزين وعندك قايمه غايه في القوه والروعه باذن الله، وده هيحصل بشكل اكبر خصوصا في ظل خطه البناء اللي بداها مجلس اداره النادي ومسؤولين عن الكره بالنادي الاهلي من يناير اللي فات وهيتم استكمالها حتى في يناير الجاي باذن الله، وهتستمر بالمناسبه مش هتقف عند حد معين يعني. ده فيما يتعلق بملامح صفقات يناير بالنسبه للنادي الاهلي زي ما اخبار الرياضه اتكلمت. نروح لخبر اخر من المسا وموضوع الكبار وتجديد التعاقد مع الاربعه اللي عندنا نجوم كبيره جدا وليد سليمان حسام عاشور اكرامي واحمد فتحي، وان الاهلي بيؤجل تجديد عقود الكبار اوامر فايلر فيما يتعلق باسوار حول ملعب تيتش. موضوع تجديد عقود الكبار ده يا جماعه قلنا الوقت بتاعه لما يبقى في حاجه رسميه هنقوله لحضراتكم يعني. فيما يتعلق بموضوع اسوار حول ملعب تيتش عايزين بس نوضح الصوره بخصوص الخبر ده بالتحديد، هي مش اسوار. شاف الملعب اكيد بتشوف حضراتكم استاد التيتش من خلال التدريبات بتتعرض يوميا على قناه النادي الاهلي، ففي سور كده. فالسور ده بناء على طلب مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ عايزين يعملوا له ستاره بشكل طبعا مميز، هي مش اسوار ومش هيتم اغلاق السور بشكل كامل ونهائي يعني. فبالتالي هي عباره عن ستاره هتتعمل حوالين الملعب اثناء التدريبات بس تبقى موجوده عشان ما حدش يقدر يتابع التدريبات. طيب الافاده من الموضوع ده ايه؟ الافاده للاعبين للجهاز الفني عشان يبقى في اكثر تركيز وحرصا على التدريبات بمنتهى القوه، لان بصراحه وده طبيعي جدا انت لو بتتمرن في الملعب وفي ناس بتتفرج عليك هتنشغل بالناس اللي بتتفرج عليك، هتحاول تلعب بشكل مميز، ممكن حد يقول لك كلمه مثلا تاثر عليك سواء ايجابا او سلبا، فبالتالي التدريبات تتاثر بيها. كمان ممكن يكون في بعض الجمل التكتيكيه الخطط الفنيه اللي عايز يعملها المدير الفني ايا كان مين هو، فبالتالي بتبقى واضحه للحضور بالتحديد الصحفيين والاعلاميين اللي ليهم كل التقدير والاحترام يعني بكل تاكيد، لكن في نفس الوقت الجهاز الفني حقه ان هو يقرر قرار زي ده ولازم كلنا ندعمه. دي صوره من خبر كان معانا امبارح من اليوم السابع وهم كانوا صوروا اللي بيتعمل يعني، دي ستاره يا جماعه وهتتشال وقت ما يكونش فيه تدريبات عشان الشكل بتاع الملعب ده بيبقى برده مميز بالنسبه للاعضاء اللي متواجدين في النادي في الاوقات اللي ما فيهاش تدريبات. فطبعا الجهاز الفني حقه جدا ان هو يدور على سبل الراحه سبل التركيز للاعبيه وليه هو كجهاز فني، فكان القرار بالتالي من خلال
هذه الستائر اللي هتكون حوالين استاد مختار التتش، نتمنى باذن الله ان هي تكون مفيده علشان اللاعبين يكونوا مركزين بشكل اكبر، وده مطلوب طبعا خلال المرحله اللي جايه. فانا عاجبني بصراحه القرار يعني. طيب نروح لخبر اخر من الدستور. الدستور نشوف الدستور. اكرامي وسليمان وفتحي عن الاعتزال بنهايه الموسم. لو النادي مش عايزنا احنا معانا عروض. طب ايه يعني؟ مفيش حاجه جديده في يعني مفيش حاجه مختلفه. طبيعي طبيعي، انت بتتكلم على اسماء مميزه قوي. اكرامي ده ايه؟ نجم كبير. واحد عنده تاريخ كبير جدا من النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبه لوليد سليمان، احمد فتحي حاجه جامده قوي. فالاسماء دي طبيعي جدا لو الاهلي فكر ان هو يستغنى عن خدماتهم اكيد اكيد هيجي لهم عروض. لكن هل النادي الاهلي بات في الموضوع؟ هل النادي الاهلي اتحرك في القصه؟ جدد العقود ما جددش؟ تفاوض مع اللاعبين. هو بقى بيقول لك في متن الخبر ايه؟ بيقول ان كابتن سيد عبد الحفيظ حاول اقناع اللاعبين الثلاثي دول بالتحديد ان هم يعتزلوا. بالمناسبه الصحفي اللي كتب الخبر صديقي وحبيبي جدا يعني، وبيزعل ساعات لما بنتكلم او بننتقد الاخبار بتاعته، لكن في كل الاحوال احنا دورنا ان احنا نرد، وانا بقول له كده يعني. فبيقول ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيحاول يقنع الثلاثه دول ان هم يعتزلوا بنهايه الموسم. يعني تخيل حضرتك كده ان يجي الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لاكرامي ايه؟ يقول له اكرامي بص خلاص بقى اعتزل نهايه الموسم، وانت كمان يا وليد يعني كفايه، واحمد فتحي بقى خلاص انت عملت كل حاجه في الدنيا اعتزل نهايه الموسم. هل الكلام ده منطقي؟ هل يعني ده طبيعي بيحصل؟ ما بيحصلش. القصه كلها عباره عن ايه؟ القصه كلها عباره عن ان المدير الفني بيشوف احتياجاته. عندي اربعه ممكن اجدد لهم ممكن ما اجدد لهمش. ده طبيعي في اي حته في الدنيا. انا مش معنى كلامي ان بقول انه ممكن يتجدد يعني ممكن ان هم ما يجددوش، لا انا ما اعرفش القرار، انا ما اعرفش الناس بتفكر ازاي. كمسؤولين، وانا قلت لحضراتكم كده قبل كده، ان المسؤولين طبعا نفسهم ان الاربعه يكونوا موجودين، ده شيء مفروغ منه. المدير الفني اكيد ليه قراره. اللي يجدد الاربعه يختار منهم ناس، الكلام من ده. لكن في كل الاحوال عمر ما تاريخ الرباعي ده حد هيقدر ينساه مع النادي الاهلي في كل الاحوال ايا كان ايه هو القرار يعني. فطبعا مفيش شيء منطقي خالص يقول ان كابتن سيد عبد الحفيظ حاول اقناعهم. وانا حاولت اتواصل بالمناسبه مع كابتن سيد عبد الحفيظ هناك، ولسه مفيش كلام في الموضوع ده في الامارات. ف يعني كلام طبيعي جدا الناس تجتهد في القصه دي، واحنا طبيعي جدا ان احنا نرد ونوضح لحضراتكم. وبالمناسبه يعني لعيبه النادي الاهلي مش هيقولوا يا جماعه انتوا لو مش عايزيننا احنا بقى عندنا عروض وهنروح ومش عارف. طبيعي ان هم يجي لهم عروض يعني، تشوف احتياجاتك تجدد او ما تجددش، وهم حقهم طبعا لو الاهلي مش هيجدد يشوف عروض، ده طبيعي يعني. الاهلي يعرض 8 مليون جنيه وعرض مارسيلو ضم باهر محمدي. مفيش كلام رسمي بخصوص الموضوع ده. باهر محمدي من ضمن الاسماء طبعا اللي اكيد ممكن اي نادي يفكر فيها، لعيب كبير جدا ومميز ومدافع كويس جدا. موضوع ان مارسيلو يبقى في الصفقه اكيد اكيد اي نادي في مصر يتمنى لعيب حجم حسين السيد وقدراته ومهاراته يعني. لكن هل المسؤولين هنا وهنا قعدوا على طاوله المفاوضات؟ لا لسه ما حصلش، لسه ما حصلش. هل ممكن يحصل؟ الله اعلم. ده قرار الجهاز الفني وقرار لجنه تخطيط الكره بالنادي الاهلي، لسه ما خدوش اي قرار نهائي، وده حقيقه او دي حقيقه، مش بنقول لحضراتكم كده وخلاص والله يعني. طيب نروح لخبر اخر من الوطن. اخر خبر معانا بيقول لك ايه؟ ندفد خارج الاهلي في يناير. الخبر ده ما بيفكركوش بحاجه؟ هقول لحضراتكم اكيد بيفكركم بايه. بيفكركم ايام ما كان اجاييه لسه راجع من الاصابه، وكنا مقبلين برضه على شهر يناير، وقال لك اجاييه خارج الاهلي في يناير، واجاييه كمل ولعب، تألق فترات ومستواه تراجع فترات، ودلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه يعني. فنفس الامور، بيقول لك ان ندفد هيتم اعارته في يناير عشان يحاول يستعيد مستواه بعد اصابه، هو من شهر ابريل يعني، طبعا عارفين اصابه الغضروف وكل هذا الكلام يعني، فهيتم اعارته عشان يرجع للمستوى والكلام من ده. مش شرط خالص. ليه بقى؟ هقول لحضراتكم مش شرط ايه. اولا ندفد مقيد في القائمه المحليه، موجود في القائمه. انت في شهر يناير هتستبدل اثنين، هل ممكن يكون منهم ندفد؟ برضه حسب رؤيه الجهاز الفني. لكن الاقرب هيكون مين منطقيا؟ والله اعلم برضه يعني، لسه ما فيش كلام اكيد، بس الاقرب هيكون مثلا محمد محمود. انت مش هتستفاد منه خالص على مدار بقيه الموسم بسبب اصابه الرباط الصليبي، وباذن الله يرجع بسرعه. ولاعيب اخر هل ممكن يكون ندفد او غير ندفد؟ ده اللي هيقرره الجهاز الفني. لكن بالمناسبه ندفد خلال اسبوعين ثلاثه ممكن ينضم للتدريبات مع الفريق بشكل كويس، ممكن يلفت نظر مستر فايلر، بالتالي مستر فايلر ممكن يستعين بيه
فبالتالي كل الامور دي هنشوفها خلال الفتره الجايه. لكن في قرار بخصوص نيدفيد؟ لا، مفيش قرار خاص بخصوص نيدفيد. يعني الغضب بيسيطر على فايلر بالامارات ليه؟ عشان ماتش ودي؟ لا، مفيش غضب ولا حاجه. هو الراجل عارف احنا رايحين في ماتش ودي قوي، اوكي هنلعب، مفيش ماتش ودي قوي، احنا بنتمرن بشكل طبيعي، مفيش غضب ولا حاجه، مش عايزين نثير ازمات بالنسبه للفريق ونشتت الدنيا. يعني طبيب الفريق يحذر اللاعبين من الحلويات، ده طبيعي. عبد الحفيظ غموض ملعب مواجهه النجم الساحلي، لسه لحد دلوقتي ما جاش القرار الرسمي، بس الاقرب ملعب رادي زي ما قلنا لحضرتك قبل كده، لان ملعب سوسه مش جاهز في انتظار القرار النهائي. اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. سوبر كوره، الاهلي في التوب 50 والزمالك يتراجع 12 مركزا بتصنيف العالم. في الجول، ظهور معدات تطوير التتش، قرار فايلر يحسم موعد تغيير الأرضية. فيتو، نجم الأهلي الأعلى قيمة تسويقية بمنتخب مالي بأمم أفريقيا تحت 23 عاما. وان تري، القادسية يطلب استعارة مارسيلو من الأهلي ويوافق بشرط. الكابتن، مفاجأة، بيراميدز يصدم الاهلي في صفقه اريك تراوري. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، سله الاهلي في معسكر مغلق استعدادا من الزمالك. موقع الوفد، برنامج علاجي مكثف للاعب فريق اليد للاهلي. سوبر كورة، وبتتطرق للتصنيف العالمي الأسبوعي من موقع كلوب وورد رانكينج، واللي بيصدر تصنيف أسبوعي بيقول فيه تصنيف الأندية على مستوى العالم. النادي الأهلي بيحافظ على مركزه رقم 41 عالميا، متفوقا على عدد من الأندية الكبيرة زي دورتموند ولايبزيج من ألمانيا، يونايتد كمان، مانشستر يونايتد من إنجلترا، ميلان كده كده واقع في الفترة دي، لاتسيو من إيطاليا، أولمبياكوس اليوناني، وليون الفرنسي. فبالتالي شيء جيد، وأعتقد أن الأهلي وكان بيلعب ماتشات كان اتقدم بشكل أكبر في هذا التصنيف الأسبوعي. نروح لفي الجول، واللي بتتكلم على ملعب التتش، والحديث بشكل كبير جدا عن الملعب في الحقيقه. الملعب محتاج تطوير؟ اه محتاج تطوير بصراحه، لكن هو ما يصلحش للتدريبات؟ لا يصلح، بس ممكن يبقى احسن من كده. اه ممكن يبقى احسن من كده، فاكيد هيبقى في خطوات لتعديل الملعب وتجهيزه بشكل اكبر. يعني النهارده كان في معدات زي ما في الجول في الحقيقه كاتبه كده، النهارده معدات لتطوير التتش في انتظار قرار فايلر عشان يحسم موضوع التوقيت هيبقى امتى، لان انت مرتبط بتدريبات وكلام من ده، فبالتالي لازم توفر ملعب بديل لهذه التدريبات الخاصه بالفريق. فالموضوع كمان ممكن ياخد 3 4 شهور، هيطول شويه، فالموضوع يعني محل الدراسه، يعني لسه ما خدوش قرار نهائي امتى يتم البدء في التطوير. يعني نروح لموقع فيتو، واللي بتتكلم على اليو ديانج، واللي بتقول ان نجم الاهلي الاعلى قيمه تسويقيه بمنتخب مالي بأمم افريقيا تحت 23 عاما، وده القيمه التسويقيه بتاعت اليو ديانج نجم النادي الاهلي ومنتخب مالي الاولمبي، حوالي 800,000 يورو، واللي ساعد على انه يتصدر القيمه التسويقيه او يكون اعلى واحد كقيمه تسويقيه في منتخب مالي الاولمبي، ان امادو زميله في المنتخب مش موجود، وده قيمته التسويقيه 1,500,000 يورو، و سيكو كويتا 1,300,000 يورو. فبالتالي هو خلاص هو كده اعلى قيمه تسويقيه، هو لاعب مميز بالمناسبه اليو ديانج، وهنتابعه بشكل كمان كامل يعني في ماتشات منتخب مالي. اول ماتش مع منتخب مصر هيكون يوم الجمعه مع مالي يعني الساعه 8. 1-3، القادسيه يطلب استعاره مارسيلو والاهلي يوافق بشرط، لو في عرض رسمي النادي الاهلي هيفكر ويشوف الانسب للنادي وللاعب ايه، ويكون في الاخر يقرره. نروح للموقع الكابتن، مفاجأة، بيراميدز يصدم الأهلي في صفقة إيريك تراوري. وهم بيقولوا يعني النادي الأهلي عايز إيريك تراوري، وأنا قلت لحضرتك إن هو في الصورة لعيب كويس، لكن ما فيش كلام رسمي، لكن هم بيقولوا إن من خلال الكلام اللي ممكن يكون شفه ما بين المسؤولين، يعني إن الأهلي عرض لعيب بيقولوا في المتن برضه طبعا على حسب كلامهم هم جيرالدو، فبالتالي بيراميدز ردوا قال إحنا عايزين أجاي أو أحمد فتحي، وده غير منطقي طبعا. فكلها امور تفاوضيه في حاله وجود مفاوضات اصلا، يعني لسه هنشوف الدنيا هتستقر على ايه في النهايه بخصوص إيريك تراوري، لكن لسه مفيش اي جديد في الملف ده، وانا المعلومات اللي عندي ان لسه ما تمش فتح الملف ده بشكل رسمي.
الموقع الرسمي للنادي الاهلي. وبالمناسبه بكره في مباراه غايه في الاهميه في كره السله، بتحديد دور 16 بطوله كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك. وبالمناسبه برضو احنا بكره اجازه عشان المباراه هتتذاع باذن الله تعالى على قناه النادي الاهلي الساعه 6 مساء، فبالتالي مباراه في دور 16 كاس مصر اهلي والزمالك في صاله النادي الاهلي بالجزيره، واكيد في استعدادات قويه جدا لهذه المباراه ومعسكر مغلق لفريق كرة السلة من النادي الأهلي، واللي بيقوده طبعا الكابتن أشرف توفيق المدير الفني للفريق، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويفوزوا على نادي الزمالك إن شاء الله من خلال المباراة اللي هتشوفوها على قناة النادي الأهلي. نروح للوفد، برنامج علاجي مكثف للاعب فريق اليد بالأهلي يوسف معروف، وعنده زي التواء قوي في الكاحل، فطبعا ليه برنامج علاجي وتدريبي وتفاصيل بشكل اكبر فيما يتعلق بالالعاب الاخرى يعني مع الكابتن خالد العوضي اللي اعتقد عنده حلقه النهارده بعدين يعني بعدين بشويه، فتعرف كل التفاصيل المتعلقه بالالعاب الاخرى داخل القلعه الحمراء. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه عندنا اخبار محليه وعالميه نشوفها. اليوم السابع منتخب ليبيريا يصل القاهرة فجر الأربعاء لمواجهة الفراعنة وديا. البوابة سبورت، الجبلية تعلن الطوارئ استعدادا لأمم أفريقيا. بوابة أخبار اليوم، شارموفرز ونزمة محجوب في حفل افتتاح أمم أفريقيا. الفجر الرياضي، السرية شعار شوقي غريب لتحقيق أمم أفريقيا. الوطن سبورت، رمضان صبحي للوطن سبورت، لن نتنازل عن لقب بطولة أمم أفريقيا بإذن الله. بوابة الوفد، وليد العطار مديرا للجنة تقنية الفيديو باتحاد الكرة يا مسهل. بوابة فيتو، بروتوكول تعاون بين الرياضة وشركة هولندية لاكتشاف المواهب بكرة القدم. بوابة الأهرام، محمد صلاح يترشح لجائزة جديدة. بوابة الشروق، ليفربول إيكو، غياب صلاح عن ليفربول أمام جينك ليس مفاجأة. سوبر كورة، ماذا قال يورجن كلوب عن الجوكر تريزيجيه. موقع الكابتن رسميا خافير أجيري مديرا فنيا لليجانس الإسباني. موقع كورة، ثلاث مرشحين لخلافة إيميري في أرسنال. موقع بطولات، تقارير توضح حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع أليجري. يلا كورة، كسر وخلع في الكاحل، إيفرتون يصدر بيانا بشأن إصابة جوميز. اليوم السابع بتقول إيه؟ بتتكلم على المنتخب الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني يعني ومبارياته الودية أمام ليبيريا وميعاد وصول منتخب ليبيريا اللي هيوصل فجر يوم الأربعاء وهيكون ليهم تدريب وحيد، وبعد كده يلعبوا مباراه يوم الخميس مع منتخبنا الوطني. هي مباراه غايه في الاهميه كابتن حسام بدري واللاعبين الموجودين في القائمه، عندنا 32 لاعب في قائمه المنتخب الوطني الاول، واكيد الكابتن حسام بدري هيبقى ليه استراتيجيه معينه من خلال هذه المباراه الوديه، وباذن الله يكون موفق وباذن الله يقدر يستقر على التشكيل اللي يكون انسب في مباراتين هيكونوا اكثر اهميه، مباراه كينيا وجزر القمر ماتشين ورا بعض يوم 14/18 في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون باذن الله تعالى. من ضمن الاخبار كمان البوابه سبورت بتقول ان جبلية تعلن طوارئ استعدادا لامم افريقيا، وده من خلال طبعا اجتماعات مستمره للتنسيق بكل الامور اللي بتتعلق بالاستعداد والتنظيم لهذه البطوله باذن الله. من الجانب التنظيمي احنا مطمنين يعني بصراحه، تنظيميا شفنا تنظيم بطولة الأمم الأفريقية كان 2019 في مصر كانت حاجة ما فيش أحسن من كده، فإن شاء الله البطولة دي هتكون على نفس الطريقة ونفس المستوى يمكن أحسن كمان من الجانب التنظيمي، والتواصل موجود مع كل الوزارات، وزارة النقل، الكهرباء، المواصلات، الصحة طبعا، وزارة الشباب والرياضة، واجتماعات دورية بكل تأكيد، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، فيتعلق بالجانب الفني نتمنى طبعا كل التوفيق كابتن شوقي غريب، وبإذن الله يكونوا موفقين في هذه البطولة. بقى أخبار اليوم بتقول إن شارموفرز ونسمة محجوب في حفل افتتاح أمم أفريقيا، هم لجأوا للشباب يعني زي الشارموفرز ده، طبعا في شباب كتير جدا بيحبوهم يعني انا ما بحبش اسمعهم بصراحه، بس في ناس كتيره بتحبهم من الشباب، فهي بطوله افريقيا للشباب يعني،
والناس محجوب ايضا، دول هيكونوا موجودين في حفل افتتاح امم افريقيا. ان شاء الله هنشوف حفل مميز جدا زي ما احنا متعودين، وده طبعا تم من خلال تنسيق وتكليف من شركه بريزنتيشن المكلفه بتنظيم افتتاح بطوله امم افريقيا. الفجر الرياضي السريه شعار شوقي غريب لتحقيق امم افريقيا، واحنا عارفين الكابتن شوقي غريب كان عنده مران اخير امبارح في ملعب وادي دجله بالعين السخنه، وكان سري جدا وكان معسكر كمان سري كله، لكن هو دلوقتي في مرحله اخيره ابتدت النهارده في اطار الاستعداد للبطوله دي من خلال الكابتن شوقي غريب وجهازه معاون واللاعبين الموجودين. 21 لاعب ان شاء الله يكونوا موفقين، والمران الاول على استاد القاهره النهارده الساعه 7 كمان 10 دقائق للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله بدايه لاستعداد اخير لهذه البطوله. تصريحات رمضان في الوطن سبورت قال ان احنا مش هنتنازل عن لقب بطوله امم افريقيا، وكمان اتكلم عن ان احنا عارفين حجم المسؤوليه بشكل كبير جدا، وعايزين نعوض الشعب المصري على الاخفاق في بطوله امم افريقيا للكبار. هو طبعا ما كانش موجود رمضان للاسف، مش عارفين ليه في البطوله دي، لكن هو موجود طبعا ككابتن للفريق وكابتن للمنتخب، وان شاء الله يكون قائد هو وزمايله. عندنا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين ويقدروا يجيبوا لنا اللقب ويوصلونا طبعا لطوكيو 2020. تصريحات مميزه من كابتن المنتخب يعني. بوابه الوفد وليد العطار، والجزئيه دي مهمه قوي. وليد العطار اللي هو مدير التنفيذي اصلا للاتحاد المصري لكره القدم، هو ايضا هيكون مديرا للجنه تقنيه الفيديو باتحاد الكره، واللجنه المكلفه بمتابعه كل الامور اللي بتتعلق ب ادخال تقنيه الفيديو يا رب باذن الله لمصر عشان تكون موجوده في بطوله الدوري وبطوله الكاس. رئيس اللجنه دي كمان الكابتن جمال الغندور اللي هيعمل دورات تدريبيه للحكام عشان يتعودوا على تقنيه الفيديو. فانا شايفها خطوه، هي خطوه مش كبيره قوي يعني، لكن مبدئيا كده يا مسهل ان شاء الله باذن الله تقنيه الفيديو تدخل مصر، وبيقال زي ما قيل الموسم الماضي ان هي هتكون من بدايه الدور الثاني. فهنشوف الدنيا هيقدروا يحققوا الموضوع ده ولا لا، لان تواجد تقنيه الفيديو شيء مفروغ منه، مهم قوي بالتحديد في الدوري المصري. هو احنا في الدوري المصري لازم يبقى في تقنيه فيديو بصراحه، فان شاء الله يقدروا يدخلوا التقنيه ويطبقوها يعني في الملاعب المصريه. بوابه الاهرام، محمد صلاح يترشح لجائزه جديده. محمد صلاح بهدفه السنه اللي فاتت في تشيلسي لو حضراتكم تفتكروه في الانفيلد لما شاط الكوره بشكل قوي جدا ودخلت الشباك في مرمى كيبا حارس مرمى تشيلسي، فالهدف ده بينافس على جائزة أفضل هدف في الموسم، جائزة بتقدمها مؤسسة لاد بروكس لكرة القدم في منطقة الشمال الغربي لإنجلترا. فممكن بنسبة كبيرة صلاح ياخد الجائزة دي، لأن الهدف كان أكثر من رائع في الحقيقة. نروح لبوابة الشروق، ليفربول ايكو بتقول ان محمد صلاح غيابه عن ليفربول مش هيكون مفاجأة، فمراد جينك هو بكرة عندهم مباراة في دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب الانفيلد. فصلاح طبعا احنا عارفين ان هو لسه بيعاني من الاصابه او بيجي له التهابات مع نهايه كل مباراه، بدليل ان هو خرج طبعا في الدقيقه 65 في المباراه اللي فاتت، وخرج في المباراه اللي قبلها في الدقيقه 85، فبنسبه كبيره هيكون متواجد على مقاعد البدلاء في مباراه الغد. سوبر كوره وكلام يورجن كلوب على تريزيجيه واللي نقله محمد صلاح للاعب، وقال ان كلوب معجب جدا بتريزيجيه، وقال على اللاعب ان هو عنده قدرات فنيه وبدنيه مميزه جدا تؤهله للعب في اكبر الانديه في اوروبا، وكمان بيجيد اللعب في اكثر من مركز بنفس الكفاءه. دي كلمات يورجن كلوب يعني. وعد عمل مباراه كويسه، ما اتفرجتش عليها في الحقيقه بس الناس كلها بتقول عمل مباراه كويسه، نتمنى له يا رب كل التوفيق. موقع الكابتن خافير اجيري مديرا فنيا للجانس الاسباني، طبعا مش عايزين نفتكروا الراجل ده يعني سبب في اخفاق او احدى الاسباب يعني في اخفاق المنتخب الوطني. هو كان درب في اسبانيا انديه كتير قبل كده، اتلتيكو مدريد وريال ساراكوستا واساسونا واسبانيول، وكمان درب منتخبات المكسيك واليابان ومصر والوحده الاماراتي كنادي في الامارات. ماشي، نروح لكوره. ثلاث مرشحين لخلافه امري في ارسنال. امري خلاص يعني اعتقد ايامه معدوده في ارسنال، ففي عدد من المرشحين موجودين، ابرزهم طبعا جوزيه مورينيو، اليجري كمان من المرشحين، وميكيل ارتيتا لو حضراتكم تعرفوا طبعا مساعد جوارديولا في مانشستر سيتي، دول مرشحين لخلافه امري يعني، لكن اعتقد الاقرب مورينيو، وارتيتا برضو مرشح بقوه. بطولات وبتتكلم على أليجري بالتحديد وبايرن ميونخ، بتقول تقارير توضح حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع أليجري. التقارير دي بتقول ان لا، أليجري مش هيكون في الصورة، او هو في الصورة بس مش هيكون في ميول للتعاقد معاه بشكل كبير، هيكون احد الخيارات بس مش الخيارات الاولى. ده بسبب ايه؟ بسبب ان المدربين الايطاليين مش بينجحوا في الدوري الالماني، وكان اقرب مثال على حسب طبعا اللي قالته شبكة ار ام سي، اقرب مثال كان تولي كارلو انشيلوتي تدريب فريق بايرن ميونخ واللي ما نجحش معاهم بالصوره المطلوبه يعني. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه وعلقنا عليها وقلنا لحضراتكم كل تفاصيلها.
عندنا فقرة حوارية مهمة جدا بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهورية، وهنتكلم في أمور مهمة جدا. استنونا بعد الفاصل. الاستاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالجمهوريه بينورنا وشرفنا. استاذ اسامه اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام. الناس بتقول لك ايه على الفيسبوك؟ لا ده بيفتكروا ان في بيبقى ان انا وانت لما بنحتد في النقاش بيفتكروا ان احنا مختلفين او كده. لا طبعا. لا ده احنا المهم احنا عايزين وجهات النظر، ده بيبقى طبيعي يعني. لا هي مش اختلاف حتى، ده احنا بس بنحاول نوصل المعلومه صح للمشاهد ويبقى عارف بس حقيقه ما يدور بالظبط في خبايا الكره المصريه. تنورنا دايما استاذ اسامه. ربنا يخليك. عايز اقول لحضراتكم خبر سريع كده فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات بالتحديد اللي اعلنت مواعيد المؤجلات بشكل نهائي. احنا عارفين عندنا مباريات مؤجله كتيره جدا بطوله الدوري، فخليني اقول لحضراتكم زي ما هي قدامكم على الشاشه دلوقتي. المؤجلات الاسبوع الرابع هتكون يوم 23/11 مباراه طنطا وطلاع الجيش، و23/11 ايضا مباراه المقاولين واسوان، دي مباريات مؤجله. ايضا الاسبوع الخامس مباراه الاهلي والجونه هتكون يوم 25/11، كده بقى النادي الاهلي هيبتدي مبارياته بعد التوقف ومباراه الجونه هناك في استاد الجونه، هتكون المباراه يوم 25/11 الساعه 5 باذن الله، دي اول مباراه للنادي الاهلي بعد التوقف. الاسبوع السادس في عدد من المباريات في الحقيقه، انبي والزمالك في استاد السلام ده يوم 25 ايضا، يوم 26 اف سي مصر مع وادي دجله استاد الكليه الحربيه، يوم 26 ايضا مباراه اخرى ما بين مقصه وحرس الحدود، 27 طنطا وسموحه، يوم 27 ايضا بيراميدز واسوان، يوم 28 طلائع الجيش والانتاج الحربي، ويوم 29/11 المقاولون العرب والجونه، ويوم 30/11 الاتحاد والاسماعيلي، ده في الاسبوع الخامس. ايضا في مباريات هتبقى في بطوله دوري ابطال افريقيا او المباريات الافريقيه بشكل عام، هتبقى يوم الجمعه والسبت والحد، جمعه وسبت والحد يوم 29/12 يعني. بعد كده هيبقى في الاسبوع الخامس بعض المباريات اللي كانت ايضا مؤجله ما بين سموحه وطلائع الجيش في استاد اسكندريه. احنا عارفين المباريات دي مؤجله بسبب ايه بقى؟ بسبب ان طلائع الجيش كان بيلعب في كاس العالم العسكريه في الصين، واسماعيلي مع طنطا، وبسبب اسماعيلي والاتحاد كمان كانوا بيلعبوا في البطوله العربيه، ونفس الحال بالنسبه للاتحاد هيكون مع حرس الحدود في ملعب استاد حرس الحدود. المباريات دي هتكون يوم 2/12 4/12 و4/12 كمان، دي المؤجلات. وهم بيحاولوا يعني يعيدوا تنظيم المسابقه، دي تصريحات حسام الزناتي، ونتمنى لهم كل التوفيق في اعاده تنظيم المسابقه يعني، ما اعتقدش لكن نتمنى ان هي تكون اخر ازمه في الجدول. رايك في التعديلات دي يا استاذ اسامه؟ لا ما التعديلات دي طبعا هو حطوها بشكل منطقي وحسب التسلسل والترتيب، هو ما عملش اي حاجه جديده، هو بس حدد المواعيد اللي هتتلعب بعد نهايه بطوله كاس الامم الافريقيه للمنتخبات دون 23 سنه، اللي تحت 23 سنه، يعني هو مش هيقدر يجيب ماتشات يربك بيها الجدول، هيمشي بنفس الاسلوب نفس الاطار، بدل ما كانت هتتلعب اساسا في الاسبوع الرابع والخامس هي اتاجلت لبعد التصفيات. يعني انا شايف انه امر عادي جدا، هم يعني متوقع ان دي تكون اخر ازمه؟ لا الازمات هتيجي كتيره. هتيجي كتير؟ هتبقى كتيره جدا. واذا لم تكن هناك شخصيه واضحه لاتحاد كره القدم المصري انه مش هيقدر يكمل المسابقات ومعرضه للتوقف ومعرضه للمشاكل وازمات كتيره، لان اصل احنا اتعاملنا مع الازمه بشكل سلبي جدا. ازاي؟ لا معلش انت ما فرضتش شخصيتك اتحاد كوره. اتحاد كوره. انا بتكلم بمنتهى الامانه. يعني هو ايه الفرق ما بين اتحاد الكوره اللي راح وفرق بين اللجنه الخماسيه اللي جت؟ كلها بتدور في فلك واحد، ازاي مصلحتي، ازاي همشي الامور حسب ما تتراءى لي. وللعلم كل يعني انا عايز اقول لك كل اتحاد بيخلص مدته الاتحاد اللي بعديه بيجي بيكون اقل تاثير عن اللي قبله وهكذا. يعني ونحسبها يعني من ايام الكابتن سمير زاهر، بعد الكابتن هاني ابو ريده، بعد الكابتن عمرو الجنايني، انت بتشوف ان في هبوط. يعني مش شايف ان في تطور؟ لا ما انت ما انت تطور فقط لا غير في الكلام. احنا تطور في اللسان. لا تنفيذ ما يقدروش يعملوا حاجه لانهم لا يملكوا شيء، وتصريحاتهم كتيره. وانت بتتكلم في امور لانك انت بتفسد المسابقات الرسميه من اول الناشئين والشباب والبرام اعلى تعلى تعلى حتى في مسابقات الدرجه الرابعه الثالثه الثانيه، كلها مسابقات انا بقول لك اراهن عليها من الان انها هتفشل. لان اللي بيحصل
شيء غريب وعجيب، يعني بيحتاج مثلا ساعات طويلة وأيام طويلة في قنوات عشان تتكلم على المشاكل اللي بيمر بيها اتحاد الكورة. في نفس الوقت أنا مش بظلمهم، أنا بتكلم في حدود المتاح وبقول الله يكون في عونهم. تدخل على بطولة خلينا نركز فيها، وداخلين على تصفيات أفريقية للمنتخب الأول، خلينا نركز بإذن الله، بإذن الله نكسب تصفيات كأس الأمم 23 سنة، الأمور هتهدى إن شاء الله. بإذن الله نكسب مباراة التصفيات الأفريقية ونوصل للكاميرون وبعدها لكأس العالم 22، أنا بقول لك الأمور هتهدى. عكس كده لا، بقول لك أنا متشكر جدا في مسابقتك وبطولاتك الموسم الحالي. طب بما أننا بقى ابتدينا كلامنا باتحاد الكرة بخصوص الخبر يعني اللي جالنا ولجنة المسابقات وتحديد المباريات المؤجلة، يعني كان معايا خبر على مدار الحلقة النهاردة بخصوص الفار، وإن في لجنة بيترأسها وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي للاتحاد، أو بيديرها مش بيترأسها، اللي بيترأسها الكابتن جمال غندور رئيس لجنة الحكام، وان هم خلاص يعني في اتجاههم لتطبيق تقنيه الفار وبيشوفوا الخطوات اللي لازم تتاخد ومتابعه كل ما يتعلق بتطبيق هذه التقنيه. رايك ايه؟ انا رايي ان انا بتكلم على رئيس اتحاد الكره الحالي في اللجنه المؤقته الاستاذ عمرو جناي، ما كان في مؤتمر صحفي اول امبارح بوجود الاعلاميين، بوجود الخبراء، بوجود وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، واتكلم في موضوع الفار. طب هو كلام الأستاذ عمرو الجنايني كان لابد أن يكون كلام حاسم ومنتهي، اللي بيقول لك إحنا هنطبق الفار تحديدا يا شهر يناير يا فبراير اللي جاي. معنى ذلك أنك أنت وصلت لبعض الأمور والشروط اللي بتؤكد لك أنك هتستخدم الفار. فوجئنا أن هو كلام الفار تحول لكلام جماهير. لا، هو كان بيتكلم عن الفار، اتكلم في امور واضحه جدا، يعني بيقول لك الكلام جماهير ان احنا بنتكلم ان احنا في يناير وفبراير الجماهير هترجع. لا، الجماهير موجوده في الملاعب باذن الله، وموجوده في الملاعب بالفعل، ما في يعني باذن الله، بس انت مش قادر تدي يعني تفتح لهم المنفذ ان يكون الجماهير بدل ما اتفرج على 30 و40 الف بنتفرج على 5 وبنتفرج على 10، لان حتى دورات الكوره في الحواري بتجيب 5000 و7000 متفرج. دورات في القسم الرابع اللي هو اقل درجه في الكوره بيبقى فيه 3000 و4000 متفرج، ما بالك في القسم الثالث والقسم الثاني. المهم ارجع بس لحته الفار. الفار هو يعني الاستاذ عمرو بيقول لك احنا جاهزين، بس احنا المشكله عندنا كنا محتاجين الحكام اللي يتدربوا على الفار عشان يستخدموا هذه التقنيه في يناير او فبراير بالكتير جدا. ماشي، هنتجاوز عن يناير ونقول في فبراير. المفاجأة اللي بيتكلم فيها بيقول لك ان تكلفة استخدام الفار في السنة الواحدة 18 مليون جنيه. يعني في السنة الواحدة. وقال لك ان عربيات اللي بتستخدم الفيديو والتقنية والبث موجودين، وان شاء الله خلال ايام هتكون موجودة في مصر عشان نقدر نستخدم التقنية دي، ونقدر نستخدم عملية البث بالشكل العالمي اللي احنا نقلنا بيه كأس الأمم الأفريقية للكبار. فأنت بتتكلم 18 مليون، مين هيدفع 18 مليون؟ لا، ما أنا وأنت بقى اللي هندفعهم إزاي يعني؟ أنا ما أعرفش. أنت النهاردة أنا لما بجيب شركة دعاية، بجيب شركة إعلان، بجيب شركة راعية، هي المفترض أن هي اللي تقوم بالدور ده. حل. مش الدولة. فده يبقى اذا الشركه اللي بترعى اتحاد الكره والكره المصريه هي المسؤوله عن هذه التقنيه وهي المسؤوله عن هذه الاموال لازم تدفعها. في رؤيتك 18 مليون كل سنه دول مبلغ كبير ولا قليل؟ ده مبلغ قليل جدا. بالظبط. ما هو يعني انت بتتكلم، يعني اعتقد الشركه الراعيه تقدر تدفعها. لا، الاتحاد نفسه يقدر يدفعها. بس هتجيب المقابل بتاعها منين؟ من استحداث ان انا اصور تصوير عالمي، اجيب كاميرات جديده، ابتدي اشتغل زي العالم. طبعا. عشان المعلن لما يجي يقول انا عايز ادخل هيدفع الارقام دي كلها. صح. انما انت بتتكلم، انا يعني الفار النهارده بقول لك الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي القائم طبعا باعمال المدير التنفيذي هو اللي هيكون مسؤول. لا يا جماعه، احنا نشوفوا حكامنا مين اللي اتدربوا ونعيش الدور بحق وحقيقه. احنا عندنا 3-4 حكام متدربين اساسا في بطولات كاس العالم للشباب، بطولات كاس العالم للناشئين، في كاس الامم الافريقيه اشتغل منهم كم حكم، ونبتدي ننقل خبراتنا عشان نتفرج على كره قدم محترمه وتليق بالكره المصريه ان شاء الله. باذن الله متفائل يعني الفار هيتطبق في النهايه. يا رب يتطبق ان شاء الله. هيتطبق ان شاء الله. امتى؟ ما احنا قلنا يناير يا فبراير، يعني بعد كده مرفوض. احنا كل سنه بنسمع الكلام ده. ما احنا بقول لك، انا بقول لك ده كلام رئيس اللجنه الخماسيه التي تدير الكره المصريه.
يناير يا فبراير، وفبراير تحديدا اكتر حاجه يبقى نص فبراير. انا بتكلم مع حضرتك بصراحه. ما هو رئيس اللجنه الاستاذ عمرو الجنايني، هو استاذ محترم بكل تاكيد يعني، كان قال برضو كلامه ما تنفذش. ما اتقال حاجات كتيره وما تنفذتش. كانوا اتكلموا على جماهير هترجع، اتكلموا على النقل التلفزيوني، اتكلموا عن انتظام مسابقات، واحنا هنلعب باليوم والساعه والثانيه واللحظه بالظبط. الكلام اللي احنا ده موضوع الكره الرسميه لحد دلوقتي ما اتطبقش، دي حاجه بسيطه جدا. قال لك قبل البطوله، قبل بطوله الدوري، قبل انطلاق المسابقه. طب انا هقول لك على حاجه، كره رسميه للمسابقه وهتروح لكل الانديه، ولا في اي كوره، ولا كوره واحده حتى ما فيش كور. ما الكور اتسربت من زمان. يعني ايه؟ لا الكور دي اتاخدت، كانوا بياخدوها الناس في اتحاد الكوره والقائمين والعاملين. لا لا بتتوزع. لا انا بقول الكلام ده على مسؤوليه. ما انا بسالك، انا عايز اعرف بقى. عندي كوره انا منهم. يعني كان في كوره؟ لا والله. هو عندي كوره منهم والله. لا عندي كوره من الكوره اللي كانت. احنا المفترض ان اللجنه الخماسيه دي جايه تعيد ترتيب الاوراق وتبتدي تصحح. حلو. السلبيات. حلو. منها انت بتتكلم عن كور. الكور دي جت وضاعت. بس الشركه يعني اللي كانت موجوده، كانت موجوده كور. بس مش الشركه اللي بترعى دلوقتي. طب راحت فين الكور؟ ما هي بقى كل واحد هياخد كوره. يعني انت اولادك مش هيلعبوا كوره في البيت؟ هيلعبوا يعني. الولد مش لازم العبهم بكوره الرسميه بتاعت بطوله الدوري. اتلعبت يعني. بكور المنتخب، واتلعبت بفانيلات المنتخب، وترنجات المنتخب، ولبس المنتخب، وكل حاجه ضاعت من الاتحاد. طب ما بالك الكوره مش عارفين يطبقوها، الفار هيعملوا فيه ايه؟ ده سيبنا من الفار. طب ما انا هسالك سؤال. المباريات اللي هيطبق فيها الفار انهي مباريات؟ طيب انا هلعب في اسوان، هحط الاجهزه في اسوان ازاي؟ يعني اسوان لو هتلعب ماتش كل اسبوع، انما انت عندك في القاهره بتلعب من خمس لست مباريات. والجون في ملعب الجون، ما انت هتتكلم فين؟ اسكندريه سهله، فيها كم فرقه، فيها ثلاث ملاعب ممكن نشتغل بيهم. انما لما تقول لي اروح الجونه اعمل ايه؟ هروح طنطا اعمل ايه؟ يعني ممكن نلاقي تقنيه الفار موجوده في الدوري، بس في مباريات ما بيتلعبش فيها وتقنيه انا ما انا هل الفار هيطبق على الجميع ولا هيطبق على مباريات معينه؟ لا هو لو طبق لازم يطبق على الجميع. يعني انا بتكلم في تسع مباريات، لابد يكون عندي اجهزه الفار في تسع مباريات. يبقى انت 18 مليون انا بعتبره مبلغ قليل جدا. طبعا. يعني احنا عايزين ننتهي من المشكله دي. ان لابد ان تصدق اللجنه الخماسيه في كل قرارات الاتحاد باذن الله. هي مش اتحاد كوره احنا عاملينه عشان كل اللي يجي جاي بيدور على مصالحه فين، وكل واحد بيختار بعنايه المنطقه اللي هيعرف يستفيد منها يقول لك انا همسك في الحته دي. ممكن حد يسال حضرتك دلوقتي يقول لك ايه مصالح اللجنه الخماسيه دلوقتي؟ ما دول مش نازلين انتخابات. انت ما يبقى اكبر، يعني اكبر مكاسب تتحقق خلال الفتره. يعني انا بتكلم النهارده، هو انا معنى ذلك ان اللجنه الخماسيه خمسه افراد هيديروا الكره المصريه بمشاكلها وازماتها بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده؟ انت بتعمل لي لجان مسابقات، تعال اتفرج على لجان المسابقات تشكيلها ازاي؟ تعال اتفرج على اللجان الفنيه، تعال اتفرج على الرخص اللي هتتعمل للمدربين. كل حاجه دي، هل اربعه خمسه هيكفوها؟ لا لا. الكره النسائيه، فجاه الكره النسائيه مع احترام الكامل للكابتن سحر عبد القوي، سحر عبد الحق، او سحر عبد الحق انا اسف، انسانه محترمه وجميله جدا، بس انت في الشهرين ثلاثه لاربعه لخمسه سته هتطوروا الكره النسائيه؟ لا هاي هتاخد ولا انت لا، انت محتاجه وقت ومحتاجه انك تحطي اسس للي جاي بعديكي يستخدم الكره النسائيه صح. انا عندي منتخب الاول مش خايف عليه. مش خايف على المنتخب؟ لا مش خايف عليه. ليه؟ حتى لو فشل مش خايف عليه. يعني ايه؟ القوام موجود ولا مش موجود؟ موجود. الاسس موجوده، الترتيبات موجوده، ما عنديش مشكله. يكسب بقى يخسر. بقارن بالكره النسائيه. ايوه. لا بقارن بالكره النسائيه، الكره الشاطئيه. اقارن بكل شيء جديد انتوا عايزين تعملوه في مده قليله، عايزين تطلعوا لحاجه جامده. انا مثلا الكره، انا بتكلم على المنتخب الاولمبي. انا سعيد جدا ان الناس كلها قلقانه، وسعيد جدا الناس كلها خايفه ان ما حدث للمنتخب الاول ان يحدث للمنتخب الاولمبي. على فكره ليه المنتخب بقى؟ هقول لك ليه. الشيء اللي بتخشاه حتى وانت داخل الامتحان، لما تكون خايف من الامتحان بتطلع مبسوط وسعيد جدا منه. طب ما خليني قوه التركيز بتزيد. اتفضل. اقول لحضرتك على حاجه. المنتخب الاول احنا قبل البطوله بتاعت امم افريقيا هنا في مصر كنا قلقانين جدا، بس للاسف القلق. لا مش كنا قلقانين، ده احنا كنا متاكدين. ايوه بالظبط. يعني مش قلق. لا ما هو فرق بين القلق والخوف. اعداد المنتخب الاولمبي ده انا متابعه، اعداد فيه منتهى الروعه.
وان المدير الفني الكابتن شوقي غريب عرف يستغل هذا المنتخب كويس واختار افضل العناصر. انا بقول افضل منتخب اولمبي في تاريخ مصر هو ده المنتخب ده. فعلا عندنا عناصر مميزه جدا في الحقيقه. ولذلك الكل قلقان، القلق ده بيديك نوع من زياده التركيز والاصرار. والناس قلقت اكتر يا استاذ اسامه بعد مباراه جنوب افريقيا الاخيره، المباراه الوديه يعني. ما ده ما يقلقكش. اللي يقلقك بجد انك انت كنت تجيب منتخبات ضعيفه وتكسبها. سبع منتخبات. طبعا. اشرف واقواهم في طبعًا. مجموعتنا مثلا منتخب مالي. انما انا عارف كويس جدا اللعيبه بتعمل ايه دلوقتي. انا عارف شوقي غريب بيعمل ايه. بيعمل ايه؟ لا مركز جامد جدا جدا. الناس دي انا بعتبرهم محطوطين مثلا في معسكر حربي. كويس. مقفول عليهم كويس جدا. ممنوع عنهم التصريحات. التركيز كله في كرة القدم، نديهم وقتهم من الراحة. استمتع بالمعسكر، استمتع بالوقت بالجو بكل حاجة. إنما يوم الماتشات أنت هتشوف 21 مقاتل. حلو. وهفكرك. أتمنى بإذن الله بإذن الله. إحنا واثقين فيهم بالمناسبة يعني. سواء تخوف طبيعي. لا ما التخوف والقلق دون غير التخوف والقلق بتاع الكبار. التاني كان معسكر من وجهة نظري كان معسكر منحل تماما. واللي ساعد على الانحلال اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وقتها ساعدوا على كده، ساعدوهم طبعا. انما دلوقتي الناس دي عايشه في ظروف مختلفه تماما عن ما مر بيه المنتخب الاول. وخلي بالك وفي اهتمام بيهم. حلو. والبطوله مش كبيره. ده معنى مش كبيره؟ مش 24 منتخب. أوكي. انا بتكلم في انا وصلت بطوله كبيره كاهداف انت عايز تطلع منها من خلال هذه البطوله. وهتحققها بسبب انت بتلعب في دور الثمانيه مش الدور ال 198,000 ده. اوكي بس انت في مرحله مجموعات مثلا هتلاعب غانا ومالي يعني تركيزك هيبقى قوي من البدايه، مش هتلعب براحتي عشان اوصل. طب ان البطوله على ارضنا ده يعمل ضغوط علينا؟ يعمل علينا ضغوط بالتاكيد طبعا. ودي هتبقى ضغوط نفسيه جامده جدا. بس مين المدير الفني الذكي اللي هيقدر يستثمر الاجواء لمصلحته؟ بالظبط. تتعامل انا عندي معايا جمهور ومتاكد ان في جمهور كبير هيروح. ان شاء الله طبعا. بالرغم ان القيادات في الدوله بيقول لك لا الجماهير هتبقى قليله، قلت له لا انا براهن يا معالي الوزير، انا براهن ان الجماهير دي اجمل حاجه انكم ما عملتوش دعايه مبكره للبطوله دي. لان كان الولاد راحوا مننا خالص. ازاي؟ لان كان البعض بيقول لك احنا كنا نجيب لهم اعلانات نخليهم. قلت له تاني نرجع نعمل اعلانات وانا المصري وانا العربي وانا لا الشكل هيبقى مختلف. الحته الثانيه انت بتلعب مع منتخبات قويه من البدايه. بالظبط. والجمهور نفسه الجمهور المصري متشوق للكوره، ما فيش كوره في مصر بقالنا. وهنروح الماتشات وكده. انا كل الازمه اللي كنت بشوفها مع المنتخب الاولمبي انك انت بتعمل لي نظام تذكرتي، لا كنت اجلوها في البطوله دي. يا جماعه في جامعات، في شباب، وكل الشباب الجامعات في الاعمار السنيه متساويه. هيجوا يشوفوا اللي قدهم في السن بيعملوا ايه. صح. افتحوا يا جماعه المجال ده ملعبين. السلام والقاهره. السلام واستاد القاهره ده ملعبين. هتعمل لي برضو التذاكر وتذكرتي واحنا خايفين. هم عشان عايزين يعودوا الناس على النظام ده، ودي حاجه مش وحشه يعني. ما تجيش في البطوله التصفيات ما العبش في كاس عالم ناشئين ولا كاس عالم شباب ولا تصفيات اولمبيه. الكلام ده خليه في البطولات الكبيره، حتى الدوري المحلي الكبير، المباريات الافريقيه. طيب اقوى المنتخبات اللي موجوده في البطوله دي، البطوله الافريقيه تحت 23 سنه. لا اخطر منتخبين في المجموعه بتاعتنا منتخب مالي. الاثنين معانا. لا مالي. مالي بس انت قصدك بتقول اكتر منتخبين في المجموعه بتاعتنا. المجموعه الثانيه كوت ديفوار شرسه. كوت ديفوار. المنتخبات اللي تقلق منها في المجموعه الثانيه جنوب افريقيا عندنا منتخب الكاميرون. غانا ده ما تقلقش منها نهائيا. والله لانهم عندهم مشاكل كبيره، وانت عارف ان هم اكاديميات ويعني بس اسم كبير منتخب غانا في كل الاحوال يعني. اكيد عندهم انا معنى ذلك ان انا قلت منتخب ضعيف ما قلتش. لا لا يعني قصدي لا ده منتخب محترم جدا، والكاميرون محترم جدا، ومالي محترم جدا. بس انا بقول لك الاقوى واللي بخشاه هو منتخب مالي في مجموعتنا. ودي اول مباراه. ودي اول مباراه ان احنا عدينا منها. هقول لك مبروك التأهل. طيب عايز اروح لمنتخب مصر الاول عشان بقى اختم بالنادي الاهلي. بتشوف ازاي الماتشين بتحديد؟ الماتش الاولاني ماتش ودي مع ليبيريا، وبعد كده ماتشين مع كينيا وجزر القمر. يعني بتشوف الماتشين دول ازاي واهميتهم بالنسبه للمنتخب، وهل باذن الله نقدر نقطع شوط كبير في التصفيات من خلالهم؟ اولا يعني انا عايز اتكلم على مباراه ليبيريا ديت. انا اتفق تماما مع الكابتن حسام جدا. لا مهمه جدا. برافو عليك. مهمه جدا. لانك هتختبر لاعبين مش هيلعبوا في المنتخب. صح. ممكن تقدر
تبرز العناصر اللي انت محتاجها في الفتره اللي جايه. الحته اللي اهم من كده ان هي هتدي للكابتن حسام البدري مساحه تفكير كبيره جدا في التعامل مع اللاعبين دول. اجمل من كده الفرق اللي بتلعب في افريقيا، الفرق اللي بتلعب في البطوله العربيه، اهلي زمالك اتحاد بيراميدز بنتكلم عليهم، المصري البورسعيدي، بتديك برضو. انا لو اللعيبه دي المصري في الكونفدراليه انا عارف البطوله العربيه، اهلي وزمالك في البطوله الافريقيه الاهم اللي هي بطوله ابطال الدوري طبعا. دي بتديك مساحه ازاي انت تقدر ترتب اوقاتك في اي وقت. وقع مني ايمن اشرف النهارده، اعرف اجيب احمد ايمن منصور. وقع مني مش عارف مروان محسن، عرفت اجيب احمد جمعه. هتلاقي المساحه القماشه هتزداد معاك بالاضافه للعيبه المحترفين. النقطه بس اللي انا يعني بنصح بيها ان المنتخب الاول مش هتبان قدراته الا يوم 11 لما يجي لك اللعيبه المحترفين طبعا، وينضم لعيبه الانتر الاهلي من بكره موجودين خلاص. لا ما هم هيرجعوا بكره، رجعوا النهارده او رجعوا ينضموا بكره ما يروحوا يلعبوا الماتش بقى يوم الخميس عادي. يعني عندهم 3 و4 يتمرنوا مع المنتخب يلعبوا الخميس. دي انا بقول دي فرصه جميله جدا كويس. ان انت برضو بتعيد. وبعدين ده هنا التجاوب من النادي الاهلي كان رائع لمطالب المنتخب الاول. ما ينفعش العب كاس الامم الافريقيه المقبله وانا مش فيها. حلو. ما ينفعش ان انا ما عديش من كينيا، وما ينفعش ان انا ما اوصلش كاس عالم كمان. ما هي دي المشكله. طيب انا عايز اسال حضرتك على جزئيتين مهمين جدا بخصوص المنتخب الاول والانتقادات اللي كانت حوالين ان الكابتن حسام بدري استدعى كهربا. دي الجزئيه الاوليه، رد عليها وبعد كده اسالك في الجزئيه الثانيه. بالنسبه لكهربا يعني هو استدعى كهربا، انا مال انا ومال الكلام ده؟ يعني الناس تنتقد تقول انت جبت لعيبه ما بيلعبش، وهي تنتقد ليه؟ انت لو انا اسف في اللفظ، انا ابني غلط بالمناسبه، ولا هطرده من البيت كبديل. ما انا عارف تقريبا يعني وعامل ماتش كويس جدا ومعنويات الولد بقت مرتفعه. حلو. في الوقت اللي بتثار الشائعات دلوقتي الكهرباء رايح الاهلي، الكهرباء راجع الزمالك، الكلام اللي ملوش لازمه. انا بتكلم انا ابني غلط هطرده من البيت؟ لا طبعا. ولا ازود المشاكل؟ لا دي طيب. ده لا ده طيب. اختيار المدير الفني ولابد ان يحترم. لازم نحترم اختيار المدير، لازم نحترم طيب. الكلام ده بمناسبه ان ابني غلط ما ينفعش اطرده من البيت. فالموقف فيما يتعلق بعمرو ورد، عمرو ورد في الحقيقه الماتشين اللي فاتوا بالتحديد مع فريق لاريسا فاليونان عامل مباريات جميله، اهداف اكثر من رائعه واسيستات وحاجات ماشي بشكل كويس جدا. هل ده ممكن بادائه يجبر كابتن حسام بدري على انضمامه ولاعيب على أيوة الماتشات باداء حتى رغم المشاكل اللي حصلت؟ مشاكل ايه؟ حصلت مشكله من قيمه 10 ايام برضو. بص يا كابتن امير اللي كنا واضحين، عمرو ورده عمل مشكله والامن تدخل والشرطه تدخلت، اذا مشاغبات عمرو موارد فين لسه المشكله فين دي اخيرا؟ ده من المباراه قبل الاخيره. انت قصدك على المشكله حصلت في الملعب. أيوة. ودخلوا الظباط وشدوه واتخانق مع الجماهير وشتموه. لا انت لسه تصرفاتك غير مسؤوله يا عمرو يا ورده. لكن انما انت لعيب طب هستفيد منك بايه؟ صح صح. اذا كانت مشاكلك بقت كتيره. انما كهربا من ساعه ما مشي من ناديه ايه المشاكل اللي عملها كهربا؟ مفيش. هي المشكله قالوا لو كهربا وقع للاهلي ولا هيرجع للزمالك؟ انا الكلام ده ما اتدخلش فيه. طب كمان المنتخب الكلام ده مش خليني على المنتخب. وانت كهربا هتيجي، افرض كهربا مستواه ما كانش كويس مع الكابتن حسام البدري، اول واحد هيمشي. صح صح، لان مصلحه المنتخب هي الاهم في كل الاحوال. وده اللي يهمنا طبعًا بالتاكيد. طبعًا. طيب الاهلي بقى معسكر في الامارات، بتشوف المعسكر ده ازاي وبتقيمه ازاي؟ من انجح المعسكرات اللي عملها الاهلي. من انجح المعسكرات. والسبب انه جه في توقيت، اصل البعض ممكن يقول لك ايه اصل انت بتقول كده عشان انت في قناه الاهلي حضرتك. أنا يعني انا مش جاي قناه، لكن احنا بنقيم المعسكر. لا كابتن، والمدير الفني هو بشكل اكبر يعني. كابتن امير، انا مش جاي قناه الاهلي عشان ادافع عن الاهلي. بالظبط يعني انا باجي قناه الاهلي اروح اي قناه، انا بتكلم من ناحيه او رؤيه العلميه. من انجح المعسكرات اللي اتعملت، وايه هي الاسباب؟ ليه بقى؟ لان الراجل خرج في توقيت مناسب جدا كان محتاجه لعيبه الاهلي، بالذات اللعيبه اللي ما دخلتش المنتخب. محتاجينه ليه طيب؟ انا عايز اجدد. حلو. عايز اجدد يعني اكون فكره اكبر اعمل وابعد عن ضغوطات موجوده هنا. ايه اللي حصل في معسكر الاهلي؟ انا الحمد لله يعني انا عندي في الجورنان خليت زميلي الاستاذ علي معالي ان هو يشتغل لنا مراسل من الامارات، احسن ما اخد الشغل اللي بيجي لي من النادي الاهلي. صح. او شغل لما خليته اشتغل جاب حاجات كانت جميله، منها الاستقبال للجماهير الاهلاويه في الامارات كان معلش يفوق الوصف عن هنا. الجماهير العنويه تقابل حسين الشحات
وتطلبه في مباراة العين والجزيرة ويروح ويجي لعيبة الجزيرة قبل لعيبة العين يتقابلوا مع الله، انت بتتكلم في مكاسب كبيرة. الغاء المباراة الودية دي اتعملت لسببين، علشان خاطر عيون مصر والمنتخب المصري، وعشان مكانة النادي الأهلي، وعشان ما كانش في فريق قوي تقدر تلعبه هناك. لا يعني عشان الدوري لعب الوحدات الأردني. لا الدوري شغال هناك. الوحدات الأردني، الوحدات الأردني كان موجود هناك، كان موجود وكان تم الاتفاق بالفعل على أساس أن الأهلي يلعب معاه، بس الأهلي فوجئ بالوسيط أن هو بيعمل المباراة مجانيا. ما عادش ينفع الكلام ده، خلاص بقى. طيب دي أمور جانب. لا مش أمور ولا جوانب. ده هنا بتوريك السياسة الاحترافية. كويس. ألعب إزاي مجانا وأنت هتبيع تذاكر وهتعمل بس أنا ممكن ألعب مجانا بس أستفاد فنيا وأستفاد ماديا. أوكي بس الاستفادة الفنية أعتقد دلوقتي أهم بالنسبة للفريق. لكن في كل الأحوال يعني موضوع المباراة الودية مش ليأخد الحجم الكبير، لأن الجهاز الفني كان مهم بالنسبه له ان هو يقرب اللاعبين بشكل اكبر من خلال تدريبات. ممكن تدريبات في بعض الاحيان تكون اهم بالنسبه له، مباريات وديه تكون ضعيفه. فاهم ماشي. اهم حاجه في المعسكر برضه، سيبك من المباراه الوديه، انت قصرت المسافات ما بين اللاعبين والجهاز الفني. بص الحضور الجماهيري قد ايه يا استاذ. ما انا بتكلم، انا لسه ده في حاجات حصلت يعني تفوق الوصف. بس دي بتبرز ايه؟ مكانه النادي الاهلي. بالظبط. تبرز مكانه الفرقه المصريه لما بتسافر بره. ما انت النهارده بتتكلم الامارات غالبيتها بتحب النادي الاهلي طبعا. ومع ذلك وبتحب انديه مصريه طبعاً كتير، مش الزمالك وناس كتير وكل طبعاً الانديه طبعاً. بس هي ديت انت استفدت. اتفرج على منظر الملعب. اتفرج على النظام والتوقيتات واختيار الوقت واختيار المكان المناسب اللي اروح فيه والرحلات والجولات الحره اللي عملوها. لا انا بعتبر معسكر كان ناجح، ونجح فايلر فعلا حتى انه قرب من بعض اللعيبه وابتدى يسمع لكلامه. حتى انت بتتكلم، انا مثلا صالح جمعه هو حديث السوشيال ميديا الايام دي، صالح جمعه يعود لا يعود، الاهلي والمش الاهلي والكلام دوت، انا ما بصدقوش. انما الولد لما خرج ولا الاجواء النفسيه، فايلر بيراهن عليه في الفتره اللي جايه، وهفكرك دي حقيقة انه هيلاعبه ان شاء الله، لانه كان حاطط له شروط واعتقد انه نفذ. متوقع ايه للنادي الاهلي بعد العوده لمباراه الدوري ودوري ابطال افريقيا بعد فتره توقف طويله زي الفتره دي؟ انت لسه الفتره ممتده يا كابتن امير. انا دي من الحاجات اللي انا شايفها من السلبيات اللي هتقابلني. انت وصلت لفورمه معينه، مستوى معين، ابتديت دلوقتي بتغيب شهر، بتغيب 36 يوم. اتوقع ايه الا ما اتفرج له اول ماتش مع الجونه او يلعب مع في البطوله الافريقيه، ده لساعتها نقدر نتكلم. استاذ اسامه صقر انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا متشكر جدا، ويا ريت كل مره نيجي فيها يكون الاهلي في تقدم وفي مستوى احلى ان شاء الله باذن الله. ده هدف كل الجماهير الاهلاويه بكل تاكيد. كان ضيفنا العزيز الاستاذ اسامه صقر، الناقد الرياضي بالجمهوريه ورئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره هنكون اجازه عشان هتتذاع مباراه الاهلي والزمالك في الدور ال 16 بطوله كاس مصر في صاله النادي الاهلي بالجزيره. المباراه هتكون في تمام الساعه 6 مساء وهتذاع على قناه النادي الاهلي، فبالتالي احنا هنكون اجازه بكره. نلقى حضراتكم ونكون مع حضراتكم باذن الله يوم الاربعاء بعد بكره، ونشوف اخر اخبار وكل جديد يخص النادي الاهلي في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.